ذكر أهل العلم ردا على هذا الكلام أن الرد على أهل البدع ليس من الغيبة المحرمة، كما قال النووي عليه رحمة الله في شرحه لرياض الصالحين، في رياض الصالحين قال: باب ما يجوز من الغيبة. ففي غيبة جائزة، تعرف المعلومة دي عشان ما تطعن ساكت وتقول نحن انتوا تكلمتوا في الشيخ فلان ولا غيره من الناس الحادوا عن السبيل وأخطأوا وضلوا عن الطريق المستقيم. قال النووي عليه رحمة الله: ومن ذلك من هذه الغيبة الجائزة، وجاب أدلة على الكلام ده من الكتاب والسنة، ومن ذلك جرح المجروحين من الرواة والشهود. قال: ومن ذلك تحذير المسلمين ونصحهم، ومن ذلك التحذير من المجروحين من الرواة والشهود. وذكر من ذلك إذا رأى متفقه يتردد على فاسق أو مبتدع يأخذ عنه الدين قال: فيحذر. يعني لو انت بتمشي لك لزول مبتدع على غير السبيل وعلى غير دين الإسلام الصحيح، على غير الإسلام الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، النووي قال يحذر هذا الإنسان من هذا الإنسان الفاسق أو المبتدع الذي يخالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن تيمية عليه رحمة الله: ومثل أئمة أهل البدع من أصحاب المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. فده من الواجبات، واجب عديل كده، نتكلم في الناس الأفسدوا دين الله سبحانه وتعالى وبدلوا في دين الله. وذكروا أدلة على ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة: استأذن عليه رجل فقال: إذنوا له بئس أخو العشيرة. وبئس أخو العشيرة هذا ذم له، وهذا الرجل ما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا قال أهل العلم فيه بيان، فيه جواز غيبة المجاهر للفسق والمبتدع، فهؤلاء يرد عليهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منهم، وقال كما في صحيح البخاري: إن فلانا وفلانا، وذكر رجلين قال: لا يعلمان شيئا من ديننا، قال أحد رواة هذا الحديث، وهم من المنافقين، عشان الناس يحذروا منهم. وحتى الزول ده لو كان ميت وهو زول مجاهر بفسقه وببدعته يجوز غيبته، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت جنازة فأثنى عليها الصحابة خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم جاءت جنازة أخرى فأثنى عليها الصحابة شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. قال عمر بن الخطاب: وما وجبت؟ قال: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. فذكر أهل العلم أن فيه جواز غيبة المبتدع، وذلك نصحا لدين الله جل وعلا، مش لغرض في النفس، إنما نصحا للمسلمين من هذا الباطل لكي لا يقعوا في هذا الشر. لذلك ألف علماء الإسلام مؤلفات كثيرة حفظ الله بها هذا الدين، وردوا على المبتدعين الذين وضعوا الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قيل لعبد الله بن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة. ذكروا له الحديث الوضعها الناس على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تعيش لها الجهابذة. وذكر الذهبي عليه رحمة الله في تذكرة الحفاظ عن هارون الرشيد عليه رحمة الله قال: لما أتي له بزنديق فأراد هارون الرشيد أن يضرب عنقه، فقال له هذا الزنديق، فقال: فكيف تصنع بألف حديث وضعتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال هارون الرشيد: فأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك يخرجانها حرف، ينخلانها نخلا فيخرجانها حرفا حرفا. فحفظ الله سبحانه وتعالى
بهذا الكلام في أهل البدع والضلال دين الله جل وعلا، فهذا واجب كما قال ابن تيمية عليه رحمة الله باتفاق المسلمين. وأقف بإذن الله تعالى في بعض الأمور التي خالف فيها أهل الضلال من أهل البدع الذين خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفوا طاعة الله جل وعلا، والله جل وعلا أوجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته، وبيّن أن حال المنافقين هم الذين يرفضون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعته، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا دعوا إلى الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فدائما أهل البدع وأهل الضلال فيهم شبه كبير من المنافقين، لأنهم لما تقول له يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا والله قال كذا، ما يتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع الطواغيت، وهو كل معبود مع الله ومتبوع بغير حق، فيتبعونهم ويتركون كلام الله جل وعلا. وقال الله تعالى آمرا بالتمسك بما كان عليه بما أنزل من الوحي وبما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الدين: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فأمر الله بالاعتصام بدين الله جل وعلا وعدم التفرق بأن يخالف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن يؤتى بدين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجة قال: افترقت اليهود على 71 فرقة واختلفت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فسئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكل عقيدة اليوم نجي نقيسها بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابي من الدين. أخوان مسلمين شعبيين صوفية جماعة التبليغ داعش، كلها تقاس بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من الدين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وزد حاصل اليوم حتى الناس الليلة كثير منهم يحتاروا، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدك وبين لك هذا الأمر بيانا واضحا، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فنتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من الدين. وأعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما دعت إليه الرسل هو توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة. فما أرسل الله الرسل إلا ليبينوا للناس أن المعبود واحد، الذي يدعى واحد، والذي يستغاث به واحد، والذي يتوكل عليه واحد. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الله دعاء غيره عبادة، وتوعد الله من دعا غيره من نار. ومن هنا نعرف حال كثير من بنتسبوا للإسلام وبنتسبوا للقرآن وتحفيظ القرآن وإطعام الناس الطعام، يقول لك بيأكلوا الكسرة وبيعملوا
أنهم يقعون في الشرك بالله. الصوفية يدعون الناس إلى تأليه البشر وإلى عبادة غير الله، وهذا شرك بالله، كما قال الله في القرآن: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسمى الله من دعا غيره كافرا، وبين الله أن هذا شرك. قال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه. من دونه دي بتدخل أي زول بيدعو مع الله؟ اليوم في ناس بيدعون مع الله ولا ما في يا جماعة؟ البرعي ومكاشفي وصايم ديمة والكباشي والركيني، دي كلهم بيدعون مع الله سبحانه وتعالى. والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير، الله قال ما عندهم شيء. والقطمير اللفافة في نواة التمر، قال لك حتى اللفافة هذه لا يملكونها. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، فلا يسمعون دعاء الداعين. تقول يا برعي ما يسمعك، الله قال ما يسمعك. وإن سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الليلة الصوفية يتركوا هذه الآيات الواضحة البينة ويدعون غير الله، وده شرك. وإن كان سمى لك بغير مسمى شرك، وطبعا ما بيجي يقول لك ده شرك، يقول لك يا أخي ده طبعا محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذب كذب، صوفي ما بحب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الله سبحانه وتعالى ذكر قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلو كانوا يحبون الله ودين الله لاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس: يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. النبي قال لك النفع والضر بيد الله، تدعو غير الله ليه؟ النفع والضر بيد الله. الليلة الشيخ تجي حصوة يمشي مصر، قبل أيام قال عبد الله العركي مشى أسبانيا، ويزعمون أنهم يعني يشفون أمراض الناس والناس يمشي لهم، والشيخ يدي الجماعة الطيبين ديلك يدون بخرات ومحايات وهو يمشي أسبانيا. وده كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن، قال لك غير الله سبحانه وتعالى لا ينفع ولا يضر. قال تعالى: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو على كل خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الله الخالق سبحانه وتعالى، ماذا خلق هذا الذي يدعى مع الله؟ وده شيطان، زي ما قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ذول يدعوك إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، زي ما في دعاة كثيرين الليلة بيدعو الناس إلى عبادة البشر وإلى الكفر بالله جل وعلا. وتتبع ديل والله تندم ولا تحين مندم، زي ما ذكر الله جل وعلا في كتابه: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. وزي ما كثير من الناس الليلة يتبع السادات على غير هدى من الله سبحانه وتعالى، ناس عديل كده يقولوا لهم زي ما يقول البرعي: أستاذك يا فقير، يقول لك أعبد غير الله، كن عنده ذليل حقير. والله سبحانه وتعالى يأمرك أن تتزلل إليه وأن تعبده وأن تفرده بالعبادات
وما أمرك أن تجعل حتى الملائكة تعبدهم ولا الأنبياء، بل العبادة حق لله جل وعلا، زي ما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. أصل الله سبحانه وتعالى جعل هذا التوحيد حقا له، وخلق لذلك الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأرسل لذلك الكتب وأنزل الكتب ليبين هذا الأمر البين الواضح في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن الصوفية يقول لك الليلة تتوسل، وبفضل الله تعالى ده ما من قوتنا، إنما لنحمله من منهج جاهزين لأي صوف يشبه على الناس عقائدهم ويأتي بالشبه. محمد المنتصر، أولاد محمد المنتصر، غيرهم يجوا هنا ويجيبوا شبهاتهم اللي بيجيبوها وينشرها في التلفزيون وغيرها من الكفريات والضلال العظيم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول لك ده توسل وهذا الكلام باطل، فدعاء غير الله جل وعلا هو السؤال والطلب. والتوسل قال ابن عباس كما نقل ابن كثير قال التقرب، وقال قتادة تقربوا إليه بطاعته وبما يرضيه. فالإنسان يتقرب إلى الله مثلا ببره لوالديه، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما شرع من دعاء الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله ده شرع لك في القرآن وأمرك به، أنت ما لك بتمشي لحاجة ما أمرك بها الله سبحانه وتعالى، زي ما ذكر الله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال مبينا أنه شرع لعباده التوحيد وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فشرع لنا من ذلك من التوسل إلى الله التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى زي ما بينا: تقول يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، مش تدعو غير الله ولا تدعو النبي يقول لك إذا سألت فاسأل الله. طيب، ومن ذلك التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح، كما توسل رجل، والحديث في سنن أبي داود قال: دعا الله سبحانه وتعالى قال: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. تخلي كلام زي ده وتمشي تدعو لك زول ميت يا جماعة، زول مات، والنبي يقول لك يذكر لك من هذه الأدعية المشروعة والكلام اللي فيه البركة لأنه كلام صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تخلي ده وتمشي تدعو لك زول ميت. والله سبحانه وتعالى يقول: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. تتوكل على الله سبحانه وتعالى لأنه حي ولا يموت، وهؤلاء يموتون، تمشي تدعوهم هذا من السفه، زول كفنوا ودخلوا القبر ودفنوه، تاني في شنو ده بينفع؟ ما بينفع يا أخي. عشان كده تسأل الله، والله جل وعلا يقول يبين ضعف هؤلاء الناس والذين اتخذوا أولياء. وداح الكثير من المشركين زمان، وناس مفتكرين إنه المشركين ديل كان ما بيعبدوا الله ذاته، بعضهم يقول لك ديل ما بيعرفوا الله ذاته. لا، المشركين ديل كانوا بيعبدوا الله، لكن كانوا يشركوا في هذه العبادة غير الله. والذين يشركون بهم ما يخفى على كثير من الناس هم أولياء، ناس صالحين، بشر كانوا بيعبدون مع الله سبحانه وتعالى، زي ما الليلة كانوا الآن تعبد البشر مع الله سبحانه وتعالى، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يقوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء خمس رجال صالحين من قوم نوح
لما ماتوا عكف الناس على قبورهم، ثم طال على الناس الأمد ونسي العلم، وجاء من بعدهم فعبدوا مع الله جل وعلا. ديل الناس قالوا في الصالحين وأنزلوهم منزلة الله سبحانه وتعالى، وكل هذا من الضلال. وده من أوجب ما من أوجب الواجبات إن الناس تحذر من هذا الشرك، وده خلاف لحال كثير من الدعاوى اليوم، من الدعوات دعوات الأخوان المسلمين، زي ما قال الترابي بيتكلم عن السلفين لما كانوا يعني يبينوا له أن هذا المنهج الذي يسير فيه والذي يقود إلى الكفر والضلال منهج منحرف. قال إن هؤلاء يتكلمون عن الشرك السياسي، عن شرك القبور، فندع هؤلاء يطوفون حول قبورهم حتى نصل إلى قبة البرلمان، وترك وأضل كثيرا من الناس يطوفون حول القبور ويرتكبون الشرك بالله، لأنه أراد أن يصل إلى قبة البرلمان. ووصل الترابي إلى قبة البرلمان وحصل ما حصل في البلاد، لأن هذا ليس بإسلام صحيح ولا دين صحيح كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. والكلام هذا قريب جدا، قالوا هذا الترابي لكلام عبد الحي يوسف، كإنسان ما هو على منهج السلف وليس على الطريق المستقيم. بين أن الشرك السياسي كما ذكر عبد الحي هو أصل، وما سواه فرع ونتيجة، وأن المشاكل كلها كانت في مسألة الحاكمية. لذلك تجد عند هؤلاء الغلو في مسألة التكفير وغيرها من المسائل، ويترك ما كان عليه السلف والدعاة الذين مدحهم الله جل وعلا في كتابه من المصلحين، أنهم كانوا يدعون إلى توحيد العبادة وأن يتوجه الناس بعباداتهم إلى الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى أمر أن العبادات تكون له وحده لا شريك له، قال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. والطواف عبادة، الليلة الجماعة يصرفوا لغير الله سبحانه وتعالى، وجماعة الترابي وزول زنديق، زول زنديق ما عنده أي علاقة مع الإسلام الصحيح، فيدعو إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. شايفين الجماعة ديل يشركوا بالله ويعتقدوا أن الأولياء يخلقون مع الله ويحيوا الموتى مع الله، زي ما جاينك ده كتاب طبقات وضيف الله. الكتاب ده الآن يباع، الآن يباع في الدار السودانية للكتب. قال هنا الشيخ حسن ودحسونة يحيي الموتى مع الله. شوف الكفر الما قاله أبو جهل. أبو جهل بالمناسبة يا طلاب عرفوا أنه كان يعلم أنه الذي يحيي الموتى الذي يحيي الموتى هو الله جل وعلا، لكنه كان يعبد ويدعو الأولياء مع الله، كما قال تعالى: من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. الذي يدبر يقول الله سبحانه وتعالى، لكن كانوا بيعبدوا غير الله. ده بيعتقد أنه حسن وتحسون يحيي الموتى مع الله. طيب ده فصل كامل، قال فصل كامل. قال الفصل الثاني: في إحيائه الموتى وإبرائه لذوي العاهات. قال: أحيى بنت الريس في الخشاب، وأمها اسمها أمقيمة، جاءت له قالت: سيدي بنتي ماتت، وأبوها ماله مال حرام، كفنها لي، فمشى إليها شافها بداري كاتب كده، قال لها: بنتك طيبة ما ماتت، قومي. فتمالت روحها وقامت. قال: وأحيى عفيشة والدبكر في غرق في بحر الخشاب. طيب، وأحيى ود المرقوبين رجال مراقيب عنده. طيب، وغيره من الضلال أنه أحيى غير الله سبحانه وتعالى. الكلام ده يا جماعة ما كتبنا نحن، هذا كلامهم كتبوه بأيديهم، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فهؤلاء قال إنه الأولياء يحيون الموتى مع الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر ما قاله المشركين الأوائل، وده من شغل الشياطين. وشوفوا قاعدة قتة، أي زول عبد غير الله سبحانه وتعالى عبد الشياطين مع الله سبحانه وتعالى. الله قال: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا
شيطانا مريدا، فعبدوا الشياطين مع الله سبحانه وتعالى. عشان كده الناس من الضلال دين المشركين يقول لك والله يا أخي أنا دعيت الشيخ والشيخ جاني، وهذا قد يكون من فعل الشياطين. ها، والشياطين تتمثل في الصور الناس زي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه النقطة نفسها، ذكر كما في سنن كما عند ابن ماجه قال النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة الدجال، الدجال الأكبر ده بين عينيه مكتوب كافر، النبي صلى الله عليه وسلم قال الزول ده كافر وهو من يكون في آخر الزمان هذا الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من فتنته من فتنة هذا الدجال قال أن يقول للرجل إن رأيت قال أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتؤمن أني ربك؟ فقال نعم. قال لي أنا بحي إليك أبوك وأمك، تؤمن إني لا إني أني أنا الله سبحانه وتعالى؟ قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيتمثل له شيطان في صورة أبيه وأمه. هذه الأفعال كلها ما يزعمونه من كرامات. الأولياء نحن نؤمن إنه عندهم كرامات، لكن لا يزعمون أنهم يملكون هذه الأشياء مع الله سبحانه وتعالى. زي ما ده يجي يقول زي ما قال أحمد الطيب البشير ويدخل إلى سنار ودخل إلى سنار وأراد أن يريهم أحد الكرامات، فقال أروني المقابر، فقال أشار إلى رجل أن قم، قال فقام. يقول لي طوال الولي داير كرامة، يقول لي القبر، يقول لي قوم فيقوم، وهذا كفر بالله جل وعلا. والله جل وعلا يخبر أن الذي يحيي ويميت هو الله سبحانه وتعالى. والناس دائما أخوانا تفرق بين الخارق الخوارق، في خارق للساحر وفي خارق للنبي وفي خارق للولي، ويعرف يميز بين خارق الولي وخارق من خوارق الأنبياء ومن كان على نهجهم من الأولياء بما كانوا عليه من العقيدة الصحيحة والإيمان الصحيح بالرسل. فهؤلاء ليسوا على سبيل القرآن، بل يدعون البشر إلى عبادة غير الله جل وعلا، والله جل وعلا يبين في كتابه أنه هو الذي يحيي ويميت. يقول الله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، فالذي يحيي ويميت هو الله سبحانه وتعالى. وسد الرسول صلى الله عليه وسلم كل طرق الشرك بالله سبحانه وتعالى، وبين السبيل إلى الله جل وعلا بيانا واضحا. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد في المسند إن من شرار الخلق عند الله الذين تدركهم الساعة والذين يتخذون القبور مساجد. فهؤلاء قال أهل العلم إما أن يعبد الله سبحانه وتعالى فيها، وإما أن يبنى على القبر زي ما حاصل الليلة الصوفية يبنون على القبر، ويجي يقول لك طبعا يقول لك قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ده ما أدخلوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أدخلوا الصحابة، بل أدخل في عهد بني أمية وأنكر علماء المسلمين ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم عندك نهي واضح، نهى أن يبنى على القبر. وقال صلى الله عليه وسلم سادا لذريعة الشرك قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، كما عند مالك في الموطأ وعند أحمد في المسند. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل قبره وثن، وده فيه دليل إنه القبر ممكن يعبد مع الله سبحانه وتعالى، ويمكن أن يكون وثن زي ما خلافا لما يقوله الصوفية أن الشرك هو عبادة الأصنام، وبينا إنه الأصنام دي أصلا صور لناس صالحين، فالقبر ده ممكن أن يعبد مع الله سبحانه وتعالى. فسد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطرق إلى الشرك بالله جل وعلا، وبين التوحيد بيانا واضحا. ومن ذلك نهي صلى الله عليه وسلم أن تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاث، لا تشد الرحال إلا إلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. ذيل تلقاهم مخالفين كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي وين يا زول؟ الحولية بتاعت أبونا الشيخ في الشكنيبة ولا في الزريبة ولا في غيره، ده كله ضلال
وسيلة للشرك وبدع محدثة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كل هذا مردود عليهم كما قال النووي عليه رحمة الله، فهو قول صريح من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جوامع كلمه في رد كل البدع والمخترعات، أي كلام وأي عقيدة ما كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة نحن بنردها، لأن ردها النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنها الصحابة، وما كان على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الضلال الآن من الإخوان المسلمين ومن جماعة التبليغ ما يدعون إلى توحيد الله جل وعلا. وهذه الجماعة، جماعة التبليغ، جماعة منحرفة هنا في مسجد بلال، حذر منها أهل العلم وبين أنهم دعاة إلى الشرك، كما قال الشيخ الألباني: هم صوفية عصرية. وكما حذر منهم العلماء في ردود كثيرة، كما حذر منهم العلامة عبد الرازق عفيفي عليه رحمة الله وغيرهم من أهل العلم، الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. والآن في مسجدهم الأساسي، المركز العام بتاعهم، فيه 4 قبور تعبد مع الله سبحانه وتعالى. وكل هذه من أفعال المتصوفة ومن الفرق، كل هذه الفرق من الفرق المنحرفة. فالناس تتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العقيدة والتوحيد، وتترك المناهج الخربة زي ما كثير من الحزبيين الليلة، ومن الحزبيين ومن الناس من داعش وغيرهم يمشي يقتل السفير، زي ما قتلوا قبل أمس، قتلوا السفير الروسي، وده ما منهج الرسل، إنه طوالي كده يعني مباشرة دين كله يكون يعني تمشي تدع التوحيد والعقيدة وتعليم الناس العقيدة، ترتمش طوالي تصل إلى سدة الحكم وتقتل الكفار. هذا فيه مفاسد أعظم، وهذا الإنسان يعني مستأمن، أو يعني جعل له السلطان أمانا، ولا يجوز قتل، ولا يجوز قتله كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المستأمن. فهذا كله من الضلال ومن السبيل الذي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فالناس تتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من الدين هذا، والله أعلم وأحكم. صلى الله على سيدنا محمد. تعال الفرصة أخ مازن.